اهلا وسهلا، كيف حالكم؟ نتمنى تكونوا بخير باحسن الاحوال. مرحبا بكم في قناتي الحاجه شانيل. اليوم جيتكم بواحد المقشر اسبوعي اللي تيقشر لينا البشره بواحد الدرجه خطيره وزوين، تيرطب في واحد الريحه زوينه. صابون هذا ديال الحامض احسن من الصابونه ديال دوف ولا من اي صابون اخر، تيخلي لكم واحد الاشراقه، واحد الاكله، واحد اللمعان في البشره ديالتكم، يعني تتحسوا بالفرق يعني بين الفرق قبل ما ديروا المقشر ومن بعد ما غادي نديروا المقشر. استعملوه، جربوه، ما فيش بزاف ديال المكونات، شي حاجه اللي سهله مع الاستمراريه على هذا المقشر هذا. يعني قبل ما توضعوا الماسكات ديالكم غادي يقضي لكم على الكلف، غادي يقضي لكم كيف ما تتعرفوا يعني الحامض، يعني العصير ديال الحامض ولا الحامض بصفه عامه هو واحد الماده اللي مبيضه تتبيض لينا البشره ديالتنا، غير ما يعني ما نكثروش من الاستعمال ديالها. مره في السيمانه هذا الماسك، يعني هذا المقشر غادي يعطينا واحد النتيجه نتمنى تعجبكم. وغادي نحتاج فيه هذا المقشر، يعني ما فيش شي حوايج كثيره، نحتاج فيه معلقه ديال الصابون ديال الحامض، هذا الصابون هكا، الصابون ديال الحامض، وحكيته خدت منه معلقه. انا استعملت هذا الصابون هذا، ها هو صابون طبيعي بالحامض، وغادي نستعمل فيه معلقه ديال السكر سنيده، وغادي نستعمل فيه جوج معالق ديال الماء ورد، جوج معالق صغار ديال الماء ورد، وشي ثلاثه القطرات ديال زيت اللوز. نبدا، هذه معلقه ديال الصابون، غادي نضيف ليها جوج معالق صغار هكا ديال الماء ورد، غادي نحرك الصابون وماء ورد بحال هكا، تيبدا يذوب لينا الصابون شويه. ودابا غادي نضيف ليه سكر سنيده، معلقه ديال السكر سنيده، ونخلط. مع هاد الصابون يعني طبيعي في ريحه الحامض مجهده. ودابا غادي نضيف ليه شي ثلاثه القطرات هكا ولا اربعه ديال زيت اللوز، حدا جوج ثلاثه اربعه، يعني ما نكثروش باش يخلي لينا، باش يخلي فين يعطي الصابون المفعول ديالو. يعني ما غاديش نخليه وما غاديش نحتفظ به لحقاش غادي يذوب لينا السكر، ويلا احتفظنا به منين بغيو نستعملوه نضيفوا ليه السكر هكا باش يعطينا داك تقشير للبشره ديالتنا، باش يقشر لينا البشره ديالتنا. وكيف ما تتعرفوا يعني الحامض وهذا السيترون يعني راه مبيض للبشره، غادي يفتح لينا البشره. سمحوا لي تنشوف هنا لحقاش نشوف في المري، نحاولوا نبتعدوا على المنطقه اللي حدا العينين. على هاد الشكل هذا نبقاو نقشرو في البشره ديالتنا بحال هكا، واحد الحركه دائريه، ولكن غير بشويه باش ما نجرحوش البشره ديالتنا، ونبتعدو على العينين باش ما يحرقناش الصابون في عينينا. ومن قبل ما نحتاجوش نكونو غاسلين وجهنا،
على هذا الشكل هذا، ونخليوه هكا في الوجه ديالنا 5 دقائق ما نفوتوهاش، يعني المده ديال 5 دقائق ما نفوتوهاش باش ما يحرقش لينا الصابون الوجه ديالنا، خصوصا البشره اللي تكون حساسه ولا هذا راه غتكون تحسس من الصابون. 5 دقائق بحال هكا ونغسلو وجهنا ونشوفوا النتيجه. وهذه هي النتيجه من بعد ما دازت 5 دقائق وغسلت وجهي. شوفوا الوجه كيفاش يولي، تيولي منور يعني من اول استعمال في هذا المقشر هذا، تيعطيك واحد اللمعان، واحد الاشراقه في الوجه ديالك على هذا الشكل هذا. شوف الصابون هذا ديال الحامض هو احسن من الصابون ديال دوف ولا من اي صابون اخر، تجربوه وعاد باش حكموا شوفوا كيفاش النتيجه ديالته. هذا المقشر مره في السيمانه وغادي يعطيكم واحد الاشراقه، اشراقه رائعه رائعه خطيره مع هذا الصابون هذا. ودابا ما تنساوش حطوا لي لايك واشتراك في القناه باش نزيدوا لقدام، وما تنساوش يعني السؤال اللي كنطرحت عليكم على حساب باش ندير مسابقه ديال في الماسكات، الماسكات الجاهزه. مازال ما خديتش واحد الكم يعني كبير من الاجابات. المهم الا كان عجبكم الحال يعني ومتفقين معايا بانني ندير هذه المسابقه، خليوا لي تعليق باش نعرف بانكم موافقين، ولايك على هذا الفيديو ولا على الفيديو اللي قبل باش نعرف بانكم موافقين نحط لكم المسابقه. ودابا نخليكم، والسلام عليكم ورحمه الله.